فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من الاستطاعة في الحج الآن أن يتوفر لديه مال ليحج في حملة؟ نعم. هل من الاستطاعة الآن أن يتوفر لديه مال ليحج في حملة؟ إذا كان عنده مال يكفيه مع الحملة نعم، فهو يجب عليه الحج، حجة الفريضة مع الحملة ولا مع غيره. نعم.